تاني. عموما خلينا نروح لتشكيل منتخبنا الوطني. ثلاث تغييرات اجراها خافير اجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني: محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد المحمدي باك يمين، ايمن اشرف باك شمال، باهر المحمدي مكان محمود علاء، واحمد حجازي. ده التغيير الاول، باهر المحمدي مكان محمود علاء. اما في وسط الملعب محمد النني بيحتفظ بمكانه، وطارق حامد بيريح وبيلعب مكانه نبيل عماد دونجا. اما في الامام عبد الله السعيد امام النني ودونجا، وتريزيجيه ناحيه الشمال، محمد صلاح ناحيه اليمين. ثم التغيير الثالث لمنتخبنا الوطني: احمد حسن كوكا بدلا من مروان محسن. دي تشكيلة منتخبنا الوطني في هذه المباراة.